تالي مع ديالا عيتاني وهي معالجة نفسية. الموضوع هو الهوايات، قديش فينا نستفيد منها لتحسين صحتنا النفسية، ومنشوف قديش كمان صحتنا الجسدية. ديالا رح تنضم لإلي عبر تطبيق زوم، أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك. ديالا الهوايات كتيرة، خلينا نبلش بالأول للأطفال للولاد، قديش مهمة لإلهم لتعزيز ثقتهم بنفسهم وتمضية الوقت. جاي الصيف وبلشوا الأهالي يخبطوا على راسهم، طمنينا قديش الهوايات مفيدة لإلهم. فحتى من عمر صغير نركز على أهمية الهوايات ليكون في تأسيس للشخصية، يعني نعم. كل ولد أمرار بتحسي في عنده نقاط قوة ما بنركز عليها كتير، خاصة المدارس بيكون في كتير تعليق على نقاط الضعف اللي واحد بيشتغل عليها، وفي كتير أشخاص حتى أولاد بيكونوا بيستحوا شوي أكتر منعزلين. هون الهواية نقطة كتير مهمة لحتى الأهل يجربوا أنه يركزوا عليها ويعلموا الولد تركيز على نقاط قوته، يعني بيصير الولد بيعرف أكتر شو بيحب، بيصير بيركز على هو كيف يعبر عن حاله. بتساعد كتير الهوايات على تعبير المشاعر، على التعامل مع الآخرين، خاصة إذا كان في تيم بيلدينج، يعني بيجرب من الناحية الاجتماعية يشتغل على حاله، يجرب يفرض حاله شوي بطريقة إيجابية، يعني يكون أسيرتيف أكتر. فمهم إنه الولد يعرف شو هن هواياته والأهل يساعدوه. ولكن اكيد كثير ننتبه من قصه انه الهوايه مزبوط بتعلم المثابره، بتعلم انه واحد يركز اكثر، انه يفرغ الطاقات، خاصه بالعمر اللي بيكون هيك الولد بين السبعه وال 11 سنه عنده هالطاقه، ولازم يجرب يلاقي شوي مثل الرياضه لحتى يقدر يفرغ كل هالطاقه اللي عنده تما تروح اكثر بطريقه سلبيه وما يكون في عدوانيه. بأي عمر بتبين؟ يعني أنا كأهل أمتين بعرف أنه أوكي ابني بحب هالشي، لأنه بتعرف بهالعمر بنقله من أكتيفيتي لأكتيفيتي، ساعة بحب الباسكت، ساعة بحب الفوتبول، ساعة بده يروح يعمل تايكواندو، ساعة بقرر بده يرسم. كيف بعرف أنا إياها فعليا الهواية لإله؟ وهيدي الطبيعة، بس مثل ما قلنا مثل أمرار كتير بجربوا عدة أمور، وهون بتقلب الهواية لستريس. يعني الولد بيكون راجع من المدرسه اوريدي نهاره طويل وتعبان، بحاجه لشويه راحه، بصير عنده كل هالنشاطات بعد الظهر، ببطل الهوايه بتصير عبء اكثر. في اولاد دغري بيتخلوا، بيزهقوا، بيتعبوا لانه ما بيكون عندهم هالطاقه فبيبعدوا عنا، وفي اولاد بالعكس بتحسيهم انضغطوا زياده، صارت هالهوايه نوع من الستريس، بطلت عم بتساعد لتفريغ الطاقه، للتركيز، ل الواحد يجرب أمور جديدة بحياته لحتى يستعمل وقت الفراغ بطريقة إيجابية، ولكن صارت ضغط. هلا كل شيء اوله طبيعي صعب، يعني ان كان الرياضه، ان كان يعني الرياضه مع الشخص الاخر او الرياضات الفرديه، ان كان الامور الثقافيه او الفنيه مثل الرسم مثلا او الموسيقى او تعلم امور جديده او حتى تعلم من الناحيه الذهنيه، تعلم لغه جديده، كلها اول فتره صعبه. فهون بدنا نجرب نظام وقت، يعني بالنتيجه عم بيظهر من شيء بروجراماسيون بالمدرسه حاطينه، بترجع تاخذيه على صف الموسيقى او صف التايكواندو. فهون بدنا نشوف شوي انه بدنا نعطي الولد مثل حافز انه هذا الشيء انت شو بتحب فيه، كيف فيك تعبر عنه. واكيد اول شيء صعب بدنا نقول له انه الامور اولها بتكون صعب، ولكن نرجع نتخطى الصعوبات لحتى انت تخبرنا اكثر شو الاشياء اللي حاببها. فهون بنستعمل شوي الهوايات للتعبير عن المشاعر، خاصه الاولاد في كثير منهم بيكونوا مضايقين، ما عندهم الكلمات لحتى يحكوا عن المشاعر. امرار مثل نقمع اذا بدك الولد، يعني بنقول له لا ما تعصب ما تتضايق، بالعكس هيدي طرق الهوايه انه يعبر بطريقه ايجابيه عن الغضب، عن هالطاقه، عن الامور اللي مضايقته، وبيخدها اكيد يعني شوي شوي تدريجيا. كمان بما انه كثير امور بالمدرسه عباره عن مقارنه مع اشخاص، مع العلامات، الهوايه هون لحتى الولد يوجد نفسه ويركز على الامور الايجابيه، واكيد تبقى معه حتى لو تغيرت على مدى العمر. رح نحكي انه وضع طبيعي انه الهوايه تتغير، بس انا هون ما بدي استعملها ك يعني ما عم
ما عم فوت بجدال مع الاشخاص الاخرين ومنا كومبيتيشن، بالعكس منا امور عم بتاثر علي بطريقه سلبيه. يعني حتى اذا ما كانت الهوايه عم بعملها كثير منيح ما بدي زيد على الولد، ما بدي اضغط عليه فوق طاقته لحتى ما يكره الهوايه وتاثر عليه بطريقه سلبيه. لانه بتشوف الاهل وقت بيرافقوا الولد بكون الولد انه هي از هافينج فان ومبسوط، بتكون امه عم يعني معصبه وبدها اياه هو يربح، فهون التوجه للأهل إنه تركون يعني ما ليش شيء إذا ما ربحوا هالماتش. يعب صح ويعبر، لانه بالنهايه بدي ارجع اشوف انا كيف بقدر. هون تعلم كمان المرونه، يعني انا بخسر برجع بكفي، بلاقي الاشياء اللي انا بحبها بهالهوايه، بلاقي انه انا عم بقدر اتعامل مع الاخرين، عم بقدر اثبت حالي شوي، عم بقوي مهارات البدنيه ومهمه، لانه السبور الرياضه الحركه اليوم عم بتخفف من الكورتيزول، يعني عم بتخفف من الستريس وعم بتزيد الاندورفين اللي هي الهرمون اللي بيعطي شوي السعادة، اللي بيعطي الراحة النفسية، اللي بيعطي هالهدوء شوي لحتى واحد يقدر يعرف حاله أكثر و يعني يتعامل شوي بطريقة يكون مبسوط فيها شوي أكثر. يعني على القليل كل ولد لازم يكون عنده التزام بهواية ضروري تكون له لصحته النفسية والجسدية، صح؟ مظبوط. وفينا نجرب شوي نشوف تنويع الهوايات، يعني إذا كان عنا هواية بيكون هو لوحده مثلا نحكي القراءة أو الرسم، في يكون في هواية أخرى يكون فيها هواية اجتماعية أو هواية بدنية، ولكن شوي شوي بيتعلمها لحتى يتعلم يسابر فيها. يعني أنا ما بدي كل يوم هواية ولكن بدي شيء سابر فيه شوي شوي، هون بتعلم أنا تنظيم الوقت، بعرف أنه عندي وقت لهواية معينة، بتعلم كمان المسابرة، بعرف انه في امور صعبة ولكن بقدر حبها، بقدر اتعلمها، بقدر سابر فيها، وبتعلم انه في اشياء بالعكس لإلي انا، يعني مش كل شيء للمدرسة او للاخرين، في وقت واحد بيقضي وقت مع حاله. المهم كمان الهواية لحتى يعني تدريجيا معنا على العمر الكبير، مهمة لانه الوقت الفراغ الزايد عادة بيؤدي لكثرة التفكير، وقت نفوت بكثرة التفكير بتكون أكثرية الوقت أفكار سلبية. يعني من هون بيرجعوا بيوتوا كل الهرمونات وبنفوت بالمشكلة، وبنفوت باكتئاب، بنفوت بقلق، فمهم الهواية على كبر لأنه بحس واحد كمان عم بيهتم بحاله، عم بيعرف هو شو بيحب أكثر، شو الأمور اللي بتعني له بحياته، منه ناطر الآخرين مثلا إنه يجيبوا له نوع من السعادة، هو عم بيخلق سعادة معينة لحاله، هو عم بيعزز ثقته بحاله، هو عم بينظم وقته، عم بيسابر بالرغم من كل الظروف. يعني حتى الأشخاص اللي كتير عندهم شغل أو ما عندهم هالحافز إنه يلاقوا هواية، فيها تكون حتى الهواية بسيطة، يعني في بس هو يعتبرها إنه هذه هواية ويعتبرها إنه هو حابب يكفي فيها. إن كان حتى في أشخاص بيحبوا يحضروا فيلم، بس ما بدي أعتبرها مضيعة وقت، بدي أعتبرها قرار إنه أنا حابب مثلا استمتع بفيلم معين. هون بشتغل على الكونشسنس، بشتغل على الاراده، بشتغل على انه هذا وقت لحالي انا، ما بدي فوت بكثره التفكير والدوام السوداء اكثر. طب زينة كيف تقولي للناس، يعني يمكن الاهل يلي خلص هلا خلص وقتنا، هلا لازم اولادنا يعملوا الهوايات، يعني اللي ما بحس انه هو مستحق يكون عنده هيدا الوقت الفراغ بنسميه هوايه بنسميه رياضه، كيف بدنا نقنعهم انه لا دائما في وقت انت ترجع تنبش على هوايه تمارسها؟ إذا هلا ما رجعوا شوي انتبهوا لحالهم يمكن يجوا يوصلوا نهار يقول أنا ضيعت وقتي، أنا ما حبيت حالي، ما استفدت من وقتي، أنا ما عرفت أنا شو الأمور اللي بتعني لي، وهون بيصير في لوم النفس، بيصير في قلة ثقة بالنفس، بيصير حتى لوم الآخرين مثل كأنه هن كثير أعطوا الآخرين. وهون كمان بتساعد الهواية خاصة وقت نطلع بدائرة الحياة، يعني ويل أوف لايف، بنشوف إنه في وقت للعائلة، في وقت للشغل، في وقت للأصدقاء، في وقت للصحة النفسية، في وقت للصحة البدنية، والهوايات بتعزز الصحة النفسية، الصحة البدنية اللي هن كتير يعني في علاقة كتير كبيرة بين الصحة البدنية والصحة النفسية. وبالنسبة بهالوقت كمان بتساعد الهواية على تخطي الأمور الصعبة، وكمان ضروري تكون هواية صعبة، ما ضروري فجأة واحد يطلع من الكومفورت زون تاعيته بسرعة لأنه ما لح يكفي فيها. يعني واحد هذا اللي بدي أسألك تساعده
حتى الواحد يكفي، والهواية بدها تكون مناسبة لنمط الحياة، مناسبة للشخصية. أنا ما فيني أجبر شخص على هواية معينة بس لحتى أقول أنا عندي هواية، أو أنا بقارن حالي بالأشخاص الآخرين أو بجرب أعمل شيء ما بيشبهني، لأنه ما رح كفي شيء. فمشان هيك معرفة الذات هي أول أهمية أو أول نقطة لحتى الواحد يقدر يكفي ويسابر بهواية. عند الصغار بنعرف مثلا الولد دائما بحب يربح، يمكن بناخده على هوايه فيها جروب يعني اصدقاء بيلعبوا هاللعبه سوا، يمكن الولد الهايبر بناخده ما بعرف بنهزبه شوي بالبيانو. الكبير كيف بيعرف يوجه حاله؟ يعني الانطوائي شو بتقولي له؟ اقعد خيط كروشيه وضلك بالاوضه ولا دهار؟ يعني اعطيني هيك اكزامبلات نعيشها. حتى بس في نقطه للصغير اللي بحب يربح، هون بدي اعلمه من خلال هول الطريقه غير مباشره انه الحياه فيها ربح وفيها خساره، وانا وقت اخسر برجع بقوم برجع بجرب انا شو حبيت بهيدا الهوايه. هلا كبير انا ما عم بحكي دائما الهوايه بدها تكون شيء كثير صعب او شيء غير متوفر او صعب، لانه بالنهايه كمان واحد ما رح يعني ما رح يسابر فيها، وخاصه الهوايات اللي بتكون صعبه او غير متلائمه اذا بدك لحياته اليوميه. فهون بدي اقول انا انه حتى لو ما كفيت، نحن بنمرق بمراحل علم النفس الديفلوبمنت اللي بيقول انه كل مرحله بحياتنا بيقدر واحد يغير فيها ان كان اولوياته او نشاطاته او حتى طريقه نمط حياته او حتى امرار شغله، وقت يتغير كمان بتتغير هوايته. فمش غلط، انا ما بدي فوت بلوب انه انا بلشت هوايه وما بحياتي كفيتها، لانه هذا الشيء ما حيساعدني انه كفي. يمكن انا اقول بهيدي المرحله انا جربت هالهوايه كانت مناسبة لإلي، كانت مناسبة يمكن للطاقة اللي أنا حابب أعطيها، ولكن بهذه المرحلة أنا بحاجة لنوع من الراحة أكثر. هون بدي أشوف أنا بشو بحاجة، يمكن أقرر إنه بهذه الفترة مثلا أنا المطالعة هي اللي بدها تعني لي، أو يمكن أقول أنا يمكن بدي أحضر أفلام بس حابب أفكر كيف هالأفلام مثلا شغل شوي طاقة ذهنية فيها أكثر، يمكن أقول إنه أنا بدي أفوت على بوك كلاب لأنه هون بكون عندي أحاديث جديدة، أو حابب حتى الطبخ، في أشخاص بقرروا يتعلموا الطبخ كرمال حالهم كرمال يعتبروها كهواية، أو المشي اللي نحن يمكن بنمشي بدون ما ننتبه بنقول هالمرة أنا أخذت قرار إنه بهيدي المرحلة حابب مثلا أعطي نهار أو نهارين بالجمعة كرمال أمشي، أو نهار إنه روح اكتشف مثلا مناطق جديدة، أو نهار إنه أكتب. في أشخاص كتير تكون حابة تكتب ولكن قاسية على حالها إنه يمكن ما عندها كل تالنت، ما أنا قادرة. شوي شوي بجرب إنه اكتشف شغلي، يعني أنا كمان ما بدي بلش بكل الهوايات، خاصة الأشخاص اللي عندهم وقت بيصيروا بيفكروا إنه أنا بعمل كتير هوايات، وفجأة كثرة التغيير والتغيير المفاجئ بيتعب الذهن، بيصير واحد يعني يخلص بيصير بيفوت بيا كل شيء يا ماشي بيترك كل الهوايات. ففينا نعمل ليبلينج للناس، يعني انا انسان كئيب بتوصفي لي هيدي الهوايه، انا انسان هايبر لو كبار يعني هيدي احسن، انا انسان بخاف بعدني اتعاطى مع الناس لو انه انا صرت كبير شو اعمل؟ فينا نعطي هيك شيء؟ هلا اول شغله الليبلينج ما كثير بدنا نجرب نعملها، لانه واحد بتخاف يفوت بنوع من الذنب ويحط حاله انه خلص انا شخص كئيب، او ببطل عنده مجال لمساعده حاله وللتغيير. ولكن اذا شفنا شوي حسب طبيعه الشخص، هون في يجرب، يعني في يعطي حاله مجال انه انا مثلا ثلاث اسابيع بدي اجرب هالهوايه الجديده. هلا اثرت علي بطريقه ايجابيه، حسستني انه انا عم بنبسط، حسستني انه في امور جديده بشخصيتي انا ما كنت بكتشفها وهلا صرت عم بحبها اكثر، حسستني انه الوقت الفراغ تاعي صار بالعكس عنده قيمه، عندي هدف. هون شوي شوي بجرب اكتشف شو الهوايه اللي بتلائمني. في أشخاص بحاجة لراحة أكثر، يعني ما بيحبوا هالحركة كثير، ما بيحبوا السبور القوي، فهون بيلجأوا يمكن للأمور الهادية أكثر، للمطالعة. في أشخاص بالعكس بتحس إن عندهم بهمهم الكرياتيفيتي، يعني بدهم يخلقوا شيء، هون اللي بيروحوا على مثلا يعني اللي بدهم يعملوا شيء، يتعلموا موسيقى لحتى يخلقوا تنقول بيس أوف ميوزك، اللي بده يرسم بده يخلق نوع معين، اللي بده يكتب بده يشوف نتيجة معينة يعني من عندهم، بنسميها الباور اوف بيرفورمانس، يعني بهمهم يكون في شيء
يعني اخر شيء شايفينه، فهون بهالهوايات يمكن مناسبه لهم اكثر. الاشخاص اللي كثير عم بيشوفوا ناس كل النهار وبيحسوا خلص تعبوا وشغلهم كثير بيتطلب احاديث مع الاخرين، ممكن بحاجه لهالهوايه اللي هن واحد يروق مع حاله اكثر. والاشخاص اللي بالعكس يمكن شغلهم على الكمبيوتر كل الوقت او لحالهم، هون ساعتها بيقولوا انا بدي اخذ على القليله جرب شيء حتى اكون اعمل رفقه اكثر. فهون شو المعنى اللي انا بدي اعطيه للهوايه؟ شو الهدف منها؟ هل الهدف انه انا من الناحيه الاجتماعيه، او الهدف على الناحيه النفسيه، او الهدف انه بدي اخفف ضغوطات وخفف ستريس، او بدي اعبي وقتي بطريقه ايجابيه، او بدي فرغ طاقه معينه وغضب معين؟ هون بلاقي شوي شوي الهوايه اللي بتناسب شخصيتي، نمط حياتي، طريقه تفكيري، وحتى الامور اللي انا بحاجه لها لحتى تكون هوايتي يعني بتكمل حياتي وعندها معنى. هذا مهم انه لقيت لها معنى وهدف وعرفت انه عم بتاثر علي بطريقه ايجابيه بكفي فيها الهوايه، والا خلص سهل انه واحد يتركها. عياديا تلمسوا التغيير عند الاشخاص يلي مزبط بحاجه لهالشيء، كيف بينلمس التغيير وكيف الانسان بحس حاله عن جد انا صرت اعطي اكثر بشغلي لانه صرت روح امشي ما بعرف كل يوم بالغابه مثلا؟ رح ارجع لفكره، في اشخاص كثير بيعطوا حالهم ليبل انه انا ما بعرف، انا ما بقدر، انا ولا مره جربت شيء وزبط معي، انا كبرت خلص هلا بدي اتعلم شيء. وهون هو اتغير التفكير من الفيكست مايند سيت للجروث، عم بعطي مجال لعقلي انه يكون فيه هالمرونه، يكون فيه هالتجدد. يعني بحس واحد بينتبه انه لا بعده بيقدر يتعلم، ووقت يتعلم امور جديده معناتها عم بقول لراسي انه صار في تغيير. تغيير يعني تجدد، يعني امور جديده بحياتي، يعني معنى جديد، وما بفوت بالياس او الاستسلام. وحتى الامور الثانيه، يعني اذا شخص عنده ديبريشن وما عم بيقدر كثير يقوم بالامور اليوميه، ببلش بشغله صغيره مثل انه انا اليوم بدي احط هدف لحالي بالويكند انه مثلا روح على الطبيعه. هيدا الشيء الواحد ناطره الامور، يعني شيء ايجابي ناطره وحابب يقضي الوقت بمحل معين، بعطي كمان هدف انه في شيء ايجابي ناطرني، من الحياه كلها مثلا امور سلبيه. نرجع منعلم الشخص انه ينتبه للامور البسيطه يلي عم بتاثر على حياته. عزيز. الاشخاص اللي بيقولوا كل نهاري كان عاطل، برجع بنتبه شو اللحظه الايجابيه يلي كانت بهذا النهار، كيف هيدي اللحظه مثلا مع الاخرين او لوحدي او مع تعرف على اشخاص جديده اثرت بطريقه ايجابيه علي، لحتى ارجع اشوف شوي الحياه مش ابيض او اسود، بالعكس في لحظات حلوه بالرغم كل الصعوبات والستريس، في امور انا بحبها، في امور انا بقدر اتعلمها، في امور منا خلص توليت، بالعكس شوي شوي. وطبيعي جدا انه انا اذا مرقت بمرحله كنت حب شغل كثير وغيرت مش مشكل، ما بدي فوت بلوم وبعتاب، والا ما بقعد بجرب شيء، بالعكس قول خلص انا هيك وبستسلم وبطل عندي هالطاقه والحافز انه انا اتعلم امور جديده. حتى تغيير الهوايات مش مشكل، تغيير الهوايات هو مفيد كمان. صح، وما بدنا نفوت باللوم. وحتى الهواية فيها تكون كتير بسيطة، يعني ما عم نحكي عن هالتعلم الكبير أو عم نحكي طول ما بدنا بالعكس نربحه، فيها تكون أمور بسيطة ولكن أنا بسميها هوايتي وبسميها أنه أنا حابب على القليل مارسها. إذا حطيت لها وقت بالأسبوع كتير بتساعدني، لأن هيك بتكون منظمتها بكون بدي أشتغل عليها أكتر. ديالا باخر دقيقه عبالي تخبريني الهوايه للمسنين الكبار بالسن، بحق لهم كمان يكون عندهم هوايه بسيطه وقد ايه منيحه لذهنهم؟ مظبوط، الهواية كتير بتأثر على التركيز، بتأثر على هيك كمان صفاء الذهن اللي هو مع قلة ستريس بخلي الواحد مركز أكتر، ما بيفوت باليأس والاستسلام. وهون بيرجع المسن كتير أمرار وقت أحس أنه مرق كتير بخبرات بحياته، عطاء الشخص الآخر كتير بيعزز من ثقته بحاله ومن معنى حياته. يعني حتى الفولنتير أنه واحد يروح يساعد الآخرين، يساهم بوقته لحتى يساعد الأشخاص اللي، أو حتى يتحدث مع الأشخاص عن بعض الخبرات، كتير المساعدة هي يعني واحد بيكون عم يستثمر وقته بطريقة إيجابية وعم بيعطي معنى لحياته، عم بحس أنه دائما هو عنده حتى لو ما عم يشتغل مثلا
مثلا بالعكس بعده قادر ينتج، بعده قادر يعطي. امرار الاشخاص بيقرروا يروحوا على الطبيعه والزراعه لانه هول الامور بتزيد كمان من الاوكسيتوسين والسيروتونين اللي بحس واحد حاله عنده انتماء لمكان معين. امرار بحبوا يقضوا وقت مع الصغار اكثر، واللي هي كمان مثل نوع من التجدد والضحكه اللي هي بتساهم على النفسيه. يعني انا بدي لاقي شيء عطاء، بدي لاقي شيء تعامل مع الاخر بطريقه ايجابيه لحتى احس انه كل يوم عندي معنى او عندي هدف او عندي شيء اطمح له لحتى اقدر كفي. كتير حلو. يعني اليوم وقت بكون واحد عم بيقدم سي في وبيكتبوا له شو الهوبيز، ما بقى يقول اوكي ما بعمل سبار وما اخذ بطولات، ففولا هدول هوايات جديده تعلمنا ان هي تغييريه بحياتنا وبذهننا. انا بدي اتشكرك كثير ديالا عيتاني، اهلا وسهلا فيكي، شكرا لكل النصائح والمعلومات. مشاهدينا هيدا كان آخر لقاء لإلي، رح نكون هلأ مع لقاء مسجل، وأنا نقدر راد بشوفكم نهار الجمعة، تضلوا بخير.